السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاجل على موقع بين سبور دوري السوبر الأفريقي مشروع تاريخي تم الدراسة بدقة من خبراء كرة القدم في العالم، وتشرف بمساعدة الأفارقة على تحسين كرة القدم في القارة. ده كلام جاني إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وعليكم تفاصيل الخبر، لا تنسوا الاشتراك ولايك وشير للفيديو. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء رسميا اطلاق مسابقة دوري السوبر الأفريقي، وتعد بدولة دوري السوبر الأفريقي أحدث المسابقات التي يتم تنظيمها في القارة السمراء تحت منظمة الكاف، وستدر البطولة الجديدة عائدات مالية كبيرة تساهم في إضافة مزيد من التنافسية على القارة الأفريقية وزيادة موارد الأندية المشاركة. وتم الإعلان عن انطلاق المسابقة الجديدة من خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الكاف الجنوب أفريقي باتريس موتسيبو مرفقا بالرئيس الفيفا جاني إنفنتينو على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي أقيمت في مدينة أوروشا التنزانية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن لاقى مشروع دور السوبر فشلا ذريعا في أوروبا، إلا أن دعم الاتحاد الدولي لكرة القدم كان علامة فارقة بين المشروعين. وقال متسيب الهدف من دور السوبر الأفريقي ورفع مستوى كرة القدم في القارة، الاستعداد لأول نسخة دور السوبر سيبدأ الشهر المقبل. نجاح كرة القدم الأفريقية سيسهم في تطوير اللعبة على الصعيد العالمي. أما إنفنتينو فقد صرح: أتشرف بمساعدة الأفارقة على تحسين مستوى كرة القدم في القارة دور السوبر الأفريقي، وتم الدراسة بدقة من خبراء كرة القدم في العالم، وتابع دور السوبر الأفريقي مشروع تاريخي سينال دعم لازم وسيزيد من فخر الكرة الأفريقية. طبعا ده كان كلام جيني إنفنتينو اليوم وباتريس موتسيبي. ولا تنسوا الاشتراك ولايك وشير للفيديو، ولم يجبدوا أي شيء عن الملف الجزائري، وفي انتظار جهيد زفزاف ورجوعه للجزائر ويعرفنا ماذا حدث في تنزانيا.